يعطيك العافية طلاب. خلينا ننتقل على درس القطع الناقص. طبعا القطع الناقص أول إشي له نوعين، قطع ناقص سيني وقطع ناقص صادي. إذا هنا في الدرس هذا القطع الناقص يحتوي على نوعين فقط اللي هما سيني وصادي. خلينا نأخذ أول إشي القطع الناقص السيني. طيب هسه بدنا نعلمك كيف ترسم القطع الناقص السيني وكيف تحدد العناصر على هاي الرسمة، وبعدين نعطيك تكتب معادلتها. فهسه الشرح هذا مهم جدا. طيب القطع الناقص السيني أول إشي برسم محور أفقي بسموه المحور الأكبر. إذا هذا المحور بسموه المحور الأكبر. طيب بالقطع المكافئ كنا نرسم نفس المحور بس كان اسمه المحور التماثل، هنا لا اسمه المحور الأكبر. طيب بالنص باجي برسم محور عمودي عليه بسموه المحور الأصغر، المحور الأصغر. إذا عندي محورين، محور كبير هذا أفقي سميناه المحور الأكبر، والمحور العمودي عليه الصغير هذا اللي هو المحور الأصغر. طيب هسا بدنا نرسم القطع الناقص، شوفوا كيف زي اللون الأحمر، هذا هو القطع الناقص السيني. طيب يا أستاذ خلينا نحدد العناصر عليه ونقول لك كل واحد شو معنى. أول إشي هاي النقطة اللي هي مكان التقاء المحور الأكبر مع المحور الأصغر، هاي نقطة طبعا مهمة جدا، هون بسموها المركز. إذا هاي النقطة اللي هي المركز، المركز طبعا بتسمى دال فاصلها. إذا المركز بتسمى دال فاصلها، لاحظوا الاسم هذا تكرر معي كثير، دال فاصلها اللي هو كنا نسميه مركز الدائرة في درس الدائرة، ودال فاصلها سميناه رأس القطع المكافئ في درس القطع المكافئ. هنا بنسميه مركز القطع الناقص، يعني دال فاصلها إحداثي تكرر معي بالثلاث دروس اللي أخذناهم بالوحدة هاي. طيب هنا دال فاصلها اللي هو المركز، اتذكر. طيب على اليمين هون بقدر أسمي هاي با واحد معناها البؤرة الأولى، وهنا بسميها با اثنين معناها البؤرة الثانية. إذا في القطع الناقص في عندي بؤرتين، هي بؤرة أولى وهي بؤرة ثانية، إذا عندي بؤرتين. طيب هسا بيحكي لي المسافة بين المركز والبؤرة هي جيم، المسافة بين المركز والبؤرة الأولى هي جيم، والمسافة بين المركز والبؤرة الثانية كمان جيم. إذا هاي المعلومات بدك تحفظها، المسافة بين المركز والبؤرة الأولى طولها هاي اللي هي جيم، وبرضو المسافة بين المركز والبؤرة الثانية كمان هاي طولها جيم. طب لو واحد قال لك شو المسافة بين البؤرتين، يعني لو حكى لي المسافة بين البؤرة الأولى والبؤرة الثانية باجي بقول له جيم زائد جيم اثنين جيم. هسا هذا بسموه البعد البؤري. إذا أول قانون بدك تحفظه اللي هو البعد البؤري. شو قانونه يا أستاذ؟ ثابت قانونه اللي هو 2 ضرب جيم 2 جيم. إذا في الدرس هذا إذا قال لك بعد بؤري معناه المسافة بين البؤرتين، المسافة بين البؤرتين اللي هي 2 جيم. طيب خلينا نطلع الإحداثيات تبعيت البؤر. طيب كيف بنعرف؟ هسا احنا حكينا النقاط اللي جنب بعض شو إلها يا أستاذ؟ إلها نفس إيش؟ نفس الصادات، يعني هاي صاداتها وهاي دا تكون صاداتها وهاي كمان صاداتها. طيب هسا حكينا المركز للبؤرة قدي الطول هذا جيم. طب أنا معي الإحداثي هون دال وبدي أروح لليمين فبجمع بحكي دال زائد جيم، إذا هذا الإحداثي تبعه دال زائد جيم. وهنا عندي إحداثي سيني وبدي أروح لليسار بطرح بحكي دال ناقص جيم. فهيك يا أستاذ أنا بكون طلعت لك إحداثي البؤرتين، إحداثي البؤرتين. إذا هنا عندي با واحد معناها بؤرة أولى وبا اثنين معناها البؤرة الثانية. طب شو المسافة بين البؤرتين اللي هو البعد البؤري؟ قدي البعد البؤري يا أستاذ؟ قانونه 2 جي. طيب ننتقل على نهاية المحور الأكبر. هسا هاي النقطة
بسموها الرأس الأول، راء واحد معناها رأس أول، وهاي النقطة بسموها الرأس الثاني. إذن للقطع الناقص في عندي رأسين، في عندي رأس أول وفي عندي رأس ثاني. طيب بحكي لي المسافة بين المركز والرأس هي ألف، المسافة بين المركز والرأس اللي هي ألف، وبرضو كمان بين المركز والرأس الثاني كمان ألف. إذن يا أستاذ بين مركز والرأس الأول طول هذا الخط كامل اللي هو ألف، وبرضو بين مركز والرأس الثاني كمان ألف. طب لو حكى لي شو المسافة بين الرأسين، لاحظوا المسافة بين الرأسين كأنه أخذ المحور الأكبر كامل هذا، فكأنه بحكي لي طول المحور الأكبر، طول المحور الأكبر اللي هي ألف زائد ألف، هذا كمان قانون بدك تحفظه، طول المحور الأكبر قانون ثابت بدك تحفظه اللي هو 2 في ألف. طيب هسه هنا بدي أطلع إحداثيات الرؤوس. حكينا النقاط اللي جنب بعض هاي كلها على نفس الخط لها نفس الإحداث الصادي، حكينا هنا صاداتها هاء وهنا هاء، وهاي كمان صاداتها هاء، وهذا الرأس كمان صاداتها. طيب يا أستاذ أنا عندي هنا دال، بدي أروح باتجاه الرأس الأول، فبدي أروح لليمين بدي أجمع، فبحكي دال زائد ألف، إذن هنا دال زائد ألف. طيب يا أستاذ هنا عندي دال وبدي أروح باتجاه اليسار بدي أطرح، بحكي دال ناقص ألف، فهيك فعليا يا أستاذ بكون أنت طلعت إحداث الرأس الأول وإحداث الرأس الثاني. طيب يا أستاذ خلينا نشيك بشكل عام شو كتبنا عناصر. أول إشي عندي مركز في النص، وعندي قدية بؤرة هون، بؤرتين اللي هي با واحد وبا اثنين، وعندي رأس أول ورأس الثاني، يعني بؤرتين ورأسين وعندي مركز. طيب هسه هاي النقطة اللي فوق بسموها نهاية المحور الأصغر، وهاي اللي تحت كمان نهاية المحور الأصغر، يعني هذول اسمهم نهاية المحور الأصغر. طيب شو بحكي لي؟ بقول لي المسافة بين المركز ونهاية الأصغر رمزها باء. إذا مسافة بين مركز ومحور أصغر نهاية المحور الأصغر اللي هي باء، وبرضو بين مركز ونهاية المحور الأصغر اللي تحت كمان باء. إذا بين مركز ونهاية الأصغر هذا طوله باء، وعندي كمان هذا الخط طوله باء. طب لو طلب مني طول المحور الأصغر هذا العمودي بحكي له 2 باء، برضو كمان هذا قانون بدك تحفظه، طول المحور الأصغر اللي هو 2 باء، 2 باء. طيب خلينا نطلع إحداثياتهم. لاحظوا أنا معتمد على المركز بكل الإحداثية. طيب هسه هاي المركز هون، وعندي هاي نقطة فوقيها وهاي نقطة تحتيها، حكينا النقاط اللي فوق بعض إلها نفس الإحداث السيني، فسينات المركز دال، هاي كمان بكون دال وهاي بكون دال. طيب هسا إحنا عندي هذا الإحداث الصادي هاء وطلعت لفوق، فبدي أجمع بحكي هاء زائد إيش باء، هون عندي هاء وبدي أنزل لتحت بدي أطرح بحكي هاء ناقص باء، فهيك بكون أنا طلعت إحداثيات نهاية المحور الأصغر. طبعا هاي بس كل العناصر اللي موجودة على القطع الناقص. إذن القطع الناقص من إيش بتكون؟ من مركز واحد، وبتكون من بؤرتين، وبتكون من رأسين، ومن نهايتا المحور الأصغر. مطلوب منك تحفظ هذول القوانين الثلاث. طيب في عندي علاقة بتربط بين ألف وباء وجيم، طبعا هاي العلاقة بدك تحفظها اللي هي جيم تربيع تساوي ألف تربيع ناقص باء تربيع، هاي علاقة مهمة جدا، هاي بدك تحفظها. متى بنستخدمها يا أستاذ؟ هاي بتربط لك بين ألف وباء وجيم، يعني إذا معك جيم وألف بتطلع باء، معك باء وألف بتطلع جيم، فهاي العلاقة راح نستخدمها وراح تشوفوا بالأسئلة اللي قدام إنه استخداماتها راح تكون كثيرة. في عندي كمان قانون لازم تحفظه اسمه الاختلاف المركزي، الاختلاف المركزي. الاختلاف المركزي رمزه هاء. طب شو قانونه يا أستاذ؟ بدك تحفظ لي هذا القانون اللي هو جيم على ألف، وبحكي لي الاختلاف المركزي في القطع الناقص دائما جوابه أقل من واحد. طبعا ليش أقل من واحد؟
هسا بيحكي لي جيم على ألف. طب شو جيم يا أستاذ؟ جيم حكينا المسافة بين المركز والبؤرة، هاي المسافة اللي هي جيم. طيب وألف حكالي المسافة بين المركز والرأس، هاي كاملة. فهنا أنو أكبر، ألف ولا جيم؟ طبعا عندي بين مركز ورأس هاي كلها ألف، وهاي الصغيرة جيم، فأكيد ألف أكبر من جيم. يعني أنا المعلومة اللي بعرفها أنه ألف أكبر من جيم. طيب يا أستاذ، يعني جيم الصغيرة، فأنت بدك تقسم صغير على أكبر منه. دائما إذا قسمت صغير على أكبر منه شو بيطلع الجواب؟ أقل من واحد. يعني فرضا جيم كانت 2 وألف 5، فبيطلع الجواب 2 على 5. 2 على 5 يعني تقريبا 4 بالعشرة، أقل من واحد. فإذا مطلوب منك تحفظ قانون الاختلاف المركزي اللي هو هاء تساوي جيم على ألف، وتعرف كمان إنه جواب الاختلاف المركزي في الدرس هذا دائما بيطلع أقل من واحد إجباري. طيب يا أستاذ، هسا شو مطلوب مني؟ مطلوب مني أطلع لك معادلة كاملة لإيش؟ للقطع الناقص السيني. هاي مطلوب منك تحفظها، اللي هي معادلة القطع الناقص السيني. طيب بما انه قطع ناقص سيني، بدك تبدأ هنا بالسينات. يعني بتيجي بتقول سين ناقص دال الكل تربيع على ألف تربيع زائد صاد ناقص هاء الكل تربيع على باء تربيع، والجواب بالمعادلة يساوي 1 دائما. طبعا يساوي 1. إذا هاي المعادلة يا أستاذ بدك تحفظها. هاي شو اسمها المعادلة؟ معادلة القطع الناقص السيني. بما إنه سيني بإيش بدينا؟ بسين. بعدين أنا حكيت لكم دائما إنه سين دائما بتيجي معها دال، وصاد دائما بيجي معها. حكيت لك هاي المعلومة شاملة الوحدة كاملة، سين مع دال وصاد معها. إذا نعيد القانون، سين ناقص دال الكل تربيع على ألف تربيع زائد، اتذكر الإشارة بالنص، زائد صاد ناقص هاء الكل تربيع على باء تربيع. شو الجواب دائما يساوي؟ 1. طيب شو الرموز الموجودة جوا؟ دال وهاء شو حكينا عنهم؟ بتسموا دال فاصل هاء. دال فاصل هاء اللي هو عبارة عن إيش؟ عن المركز. دال فاصل هاء مركز القطع الناقص. طيب ألف شو حكينا؟ ألف، ألف حكينا المسافة بين المركز والرأس الأول أو بين المركز والرأس الثاني. طيب باء، باء حكينا المسافة بين المركز ونهاية المحور الأصغر اللي فوق أو بين المركز ونهاية المحور الأصغر اللي تحت. فهذا قانون مطلوب منك تحفظ. طيب ننتقل على النوع الثاني من أنواع القطع الناقص. إذا عندي هون نوع ثاني اللي هو قطع ناقص صادي. إذا يا أستاذ أنت أعطيتني القطع الناقص السيني، وهسه بدنا نأخذ القطع الناقص الصادي اللي هو النوع الثاني بس. طيب أول إشي برسم محور أكبر، بس هون المحور الأكبر بكون عمودي. المحور الأكبر شو بكون؟ عمودي. هناك كان أفقي، إذا هذا محور أكبر. إذا هنا المحور الأكبر على شكل عمود، هناك المحور الأكبر بكون أفقي. طيب بالنص برسم لي محور صغير، وبرضو كمان اسمه المحور الأصغر. طيب بنوصل بيناتهم باللون الأحمر هذا، هون بكون اسمه القطع الناقص الصادي. إذا اللون الأحمر هذا اللي هو القطع الناقص الصادي. طيب خلينا نحدد النقاط. طبعا هي نفس فكرة القطع الناقص السيني، بس هنا بيختلفوا الإحداثيات. أول إشي هاي النقطة اللي هي التقاء المحورين، حكينا هاي النقطة شو بنسميها؟ المركز. المركز شو بتسمى دائما؟ دال فاصلها. طيب حكينا في عندي باء واحد معناها بؤرة أولى، وعندي تحتيها باء اثنين اللي هي بؤرة ثانية. طيب خلينا نطلع الإحداثيات. طيب شو حكينا يا أستاذ؟ إنه النقاط اللي فوق بعض شو إلها؟ نفس الإحداث السيني. فهاي سيناتها دال، وهاي سيناتها دال، وهاي سيناتها دال.
طيب يا أستاذ، شو المسافة بين المركز والبؤرة؟ المسافة بين المركز والبؤرة حكينا جيم. طب بين المركز والبؤرة اللي تحت كمان جيم. طيب هسه هون عندي هاي طولها جيم وهاي طولها جيم، عندي هون هاء وبدي أطلع لفوق بدي أجمع، فبحكي هاء زائد جيم. طيب عندي هون هاء وبدي أنزل لتحت بدي أطرح، بحكي هاء ناقص جيم. فهيك بكون أنت طلعت إحداث البؤرتين. طيب اللي فوق هاي النقطة بسموها رأس أول، والنقطة اللي تحت بسموها رأس ثاني. طيب يا أستاذ خلينا نطلع الإحداثيات تبعهم. حكينا المسافة بين المركز والرأس الأول اللي فوق، المسافة بين المركز والرأس اللي فوق اللي هو ألف، وبرضو بين مركز والرأس اللي تحت كمان ألف. طيب نفتح زوج مرتب لكل واحد فيهم. النقاط اللي فوق بعض شو إلها؟ نفس الإحداث السيني، يعني هون السينات دال وهون دال وهاي كمان دال وتحت كمان دال دال وهاي اللي تحت بتكون دال. طب شو المسافة بين المركز والرأس الأول اللي هي ألف؟ فأنا عندي هون هاء وبدي أطلع لفوق، فبجمع بحكي هاء زائد ألف، وعندي هون هاء وبدي أنزل فبحكي هاء ناقص ألف. فهيك بكون يا أستاذ إحنا طلعنا إحداثي الرأسين، الرأس الأول والرأس الثاني. هاي النقطة بسموها نهاية المحور الأصغر وهاي نهاية المحور الأصغر، يعني مع بعض بسموهم نهايتان المحور الأصغر. طيب خلينا نطلع الإحداثيات. طب شو المسافة بين المركز ونهاية الأصغر؟ هاي المسافة اللي هي باء، وبين مركز ونهاية الأصغر الثاني كمان باء. طيب هسا النقاط اللي جنب بعض شو إلها؟ نفس الإحداث الصادي، فهون الصادات للمركز هاء وهون بكون هاء وهون بكون هاء. طيب يا أستاذ عندي دال ورحت لليمين بدي أجمع، بحكي دال زائد باء. طيب هون عندي دال وبدي أروح لليسار بدي أطرح، بحكي دال ناقص باء. فهيك يا أستاذ بكون طلعنا إحداثي نهايتا المحور الأصغر. طيب طبعا نفس القوانين اللي حطيناها هناك منطبقة هون، يعني لو طلب منك البعد البؤري بتقول له 2 جيم، طول المحور الأكبر 2 ألف، طول المحور الأصغر 2 باء، وبرضو جيم تربيع تساوي ألف تربيع ناقص باء تربيع، والاختلاف المركزي جيم على ألف. يعني القوانين نفسها ما تغيرت، هاي القوانين بعد بؤري، طول محور أكبر وطول المحور الأصغر، وهاي العلاقة كمان والاختلاف المركزي كله بنطبق على الشكلين، طبعا ما في أي اختلاف. الاختلاف الوحيد بيناتهم اللي هي المعادلة النهائية. فهنا بدنا نطلع المعادلة للقطع الناقص الصادي. طيب بما انه صادي بإيش بدنا نبدأ؟ نبدأ بصاد. شو المعادلة بتقول لي؟ صاد ناقص هاء الكل تربيع على ألف تربيع زائد سين ناقص دال الكل تربيع على باء تربيع يساوي واحد. فهاي هي المعادلة الثانية. طب إيش يا أستاذ اختلفوا عن بعض؟ أول إيش الصادي تبدأ بصاد، وإذا كان سين بتبدأ بسين. بعدين هون الألف تربيع صارت تحت الصاد والباء تربيع صارت تحت السين. في القطع الناقص السين اللي هو النوع الأول، الألف تربيع بكون تحت السينات والباء تربيع بكون تحت الصاد. فهذا الاختلاف بين المعادلتين. طبعا الإحداثيات نفسها، يعني دال فاصلة هاء اللي هو المركز، ألف اللي هي المسافة بين مركز ورأس، وباء المسافة بين مركز ونهاية المحور الأصغر. ويعطيكم العافية.